تم تجهيز قسم الطب النفسي بمستشفى بصرة المركزي بالمعدات التخصصية والحواسيب، إضافة لتجهيز صالة ترفيهية خاصة للأطفال. تبع الأوراق شملت أكثر من 215 أخصائي اجتماعي بالمدارس. تضمنت الحملة توزيع كمية من المواد الغذائية والإعاشة على بعض مدن الجنوب الليبي. تم دعم مستشفى الطوارئ بالمدينة بشحنة تقدر بحوالي 15 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية. أكثر من 590 عائلة محتاجة تم مساعدتها عن طريق صرف إعانات مالية وغيرها من أوجه المساعدة والإحسان. في أكاديمية سكيلز لكرة القدم حاولنا احتواء المواهب الليبية الصغيرة وتدريبهم تدريب عالي وتطوير مهاراتهم. 78 ورشة عمل في 12 مؤسسة تعليمية مختلفة حاولنا من خلالها نوصل مفهوم البرمجة لأكثر من 2300 متدرب ومتدربة. تخيل أن 12 شخص ذات قرارات مختلفة وبأعمار مختلفة يجتمعوا كلهم في قاعة واحدة عشان يشاركوا أفكارهم وتجاربهم مع 100 شخص من مختلف المدن الليبية. في مجتمعنا ديما نحكوا على الإصلاح وعلى حاجتنا ليه في مجالات وجد. أشياء كثيرة ممكن نساهم في إصلاح المجتمع، وفي شيء واحد قد يشملها الاهتمام به هو أساس نجاحها. لو ترجع للخلف وتحاول تنظر للصورة الكاملة وشمولية أكثر وتبحث على الأساس وعلى نقطة البداية، أساس إصلاح أي بناء هو إصلاح اللبنة الأولى فيه، وهذا يتم عن طريق الاهتمام بها وتنميتها تنمية سليمة، لأن التنمية المجتمعية هي مفتاح النماء والبناء وأفضل الطرق لإحداث التغيير اللي بيقودنا للإصلاح. نحن دائما نشعر بالخجل عندما نتكلم عن الصحة النفسية، وديما نتهرب من النقاش في مثل هذه المواضيع، ونقلل من دور الأخصائي النفسي والاجتماعي والدور الذي يلعبه في حياتنا. الهدف من تنظيم عدة دورات تدريبية وورش عمل هو كسر الحاجز بالمجتمع وبيش نرفع كفاءة المعنيين بالجانب النفسي والاجتماعي في عدة مؤسسات تعليمية. أيضاً تم تجهيز قسم الطب النفسي بمستشفى بصرة المركزي بالمعدات التخصصية والحواسيب، إضافة لتجهيز صالة ترفيهية خاصة للأطفال لتفعيل دور القسم بالمستشفى بالشكل الصحيح. من خلال متابعتنا للبرنامج التدريبي الذي ضم 7 دورات شملت أكثر من 215 أخصائي اجتماعي، لاحظنا وبشهادة الاختصاصيين أنفسهم استفادة كبيرة من محتوى دورات وأثر طيب انعكس إيجابياً على مستوى أدائهم بعملهم داخل المدارس. البرنامج التدريبي ضم 7 دورات شملت أكثر من 215 أخصائي اجتماعي بالمدارس. في وقت أزمات أو الحرب على مدة العون لأهالي المناطق المتضررة وندعم أجهزة الدولة في توفير بعض احتياجاتها. شاركنا ضمن مجموعة من منظمات المجتمع المدني في حملة الجنوب ينادي، والتي تمت تحت مظلة مفوضية المجتمع المدني بنصرته. تضمنت الحملة توزيع كمية من المواد الغذائية والإعاشة على بعض مدن الجنوب الليبي. إضافة إلى التكفل بدفع مصاريف رحلات فريق طبي قام بتنظيم برنامج مجاني للكشف وعلاج السكان بتلك المدن.
استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقه فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي لمصراتة، تم دعم مستشفى الطوارئ بالمدينة بشحنة تقدر بحوالي 15 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية. وفي جانب آخر، تم توزيع 250 سلة غذائية على الأسر النازحة من مناطق الاشتباكات داخل وخارج مدينة مصراتة. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. ونحن نشعر بأن مساعدة المحتاجين واجبة علينا تجاههم، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا الآن. أكثر من 590 عائلة محتاجة تم مساعدتها عن طريق صرف إعانات مالية وغيرها من أوجه المساعدة والإحسان، بهدف تحسين ظروف معيشتهم ومساندتهم في النوازل والأزمات. أكاديمية سكيلز لكرة القدم الموجودة في طرابلس فكرة مش جديدة، لكن نحاول نكون الأفضل. الهدف من الأكاديمية هي توفير بيئة مناسبة للارتقاء الرياضي الليبي في المناسبات المحلية والدولية. منذ افتتاح أكاديمية سكيلز شهر 12/2015 ضمت حوالي 50 متدرب اللي هم تحت 10 سنوات وتحت 15 سنة. البرنامج التدريبي لأكاديمية سكيلز تم إعداده من قبل المدرب خواكين لوبيز المدير الفني لأكاديمية ريال مدريد تحت إشراف المدربين الوطنيين المحليين حاتم عون وأسامة الفزاني، بمتابعة دورية وفنية مباشرة من خلال المدرب لوبيز. من الجميل جدا لما تشوف فكرة زي هذه يتبناها حد، خاصة لما تشوف الطاقة الموجودة عند الصغار وشغفهم للرياضة وحبهم للعب كرة القدم. في أكاديمية سكيلز لكرة القدم حاولنا احتواء المواهب الليبية الصغيرة وتدريبهم تدريب عالي وتطوير مهاراتهم. النسخة الثالثة للحدث العالمي سعد برمجة واللي نظمه اتحاد طلبة كلية تقنية المعلومات بجامعة مصراتة، حاولنا نوصل لأكبر عدد ممكن من الأشخاص وبمختلف الفئات العمرية. ثمانية 78 ورشة عمل في 12 مؤسسة تعليمية مختلفة، حاولنا من خلالها نوصل مفهوم البرمجة لأكثر من 2300 متدرب ومتدربة. استمر الحدث لمدة 5 أيام، زرنا فيها أحد المقاهي ومركز للغات. أي حد يقدر يتعلم البرمجة، لأنها مش مجرد أزرار وأوامر. البرمجة فكر ومنطق، البرمجة أسلوب حياة. الأفكار جت للوجود لما بدينا في الوعي والإدراك. فكرة بسيطة يمكن يكون لها تأثير كبير، ولكن ما هو وقت القوة لما تجي الأفكار مع بعضها. تيد أنشئ برسالة أفكار تستحق الانتشار، وفي تيدكس مصراتة الأفكار كانت قوة لتحويل الشباب الليبي. تخيل أن 12 شخص ثلاث قارات مختلفة وبين أعمار مختلفة يجتمعوا كلهم في قاعة واحدة عشان يشاركوا أفكارهم وتجاربهم مع 100 شخص من مختلف المدن الليبية. 100 شخص دائما تم اختيارهم بعناية بحيث أنهم يقدروا يأخذوا هذه الأفكار ويطبقوها على حياتهم العملية.
فيكونوا قوة قيادية من أجل السلام ومستقبل مستدام في هذه البلاد. المؤتمر حقق تصنيف 9.2 من 10 حسب قياسات منظمة تيد، وتمت دعوتنا من طرف رئيس المنظمة بذاته لحضور قمة تيد في كندا. بتنظيم تيدكس مصراتة استطعنا إرسال رسالة للليبيين وللعالم أجمع بأن ليبيا قوية وبشبابها قادرة على النهوض. تشير نشاط وحدث في مجالات مختلفة تهتم بالطفل والمرأة، معارض مدرسية وأخرى فنية بالكلية، معارض وطنية للأسر المنتجة، حملات ميدانية، ندوات تثقيفية توعوية في مجالات متعددة. نظمنا مثل هالبرامج ودعمناها وخدينا بيدين منظميها وساعدناهم باش تتنفذ بشكل ممتاز ومستوى عالي تحقق النتيجة المرجوة من إقامتها. في منظمة النسيم للتنمية المجتمعية نضع إصلاح المجتمع وبنائه هدفاً أساسياً نصر عيوننا. منذ تأسيس المنظمة سنة 2015 نعمل بخطى مدروسة على معالجة الكثير من مشاكل المجتمع، ونحاول مساعدة المحتاجين والرفع من مستوى معيشتهم، ونساند مؤسسات الدولة لكي نكون رافدا لها وقت الأزمات. نسعى دائما لاحتواء الشباب والأخذ بأيديهم وتوفير بيئة مناسبة لبناء أفكارهم وتنمية قدراتهم. على أسس كثيرة وأهداف مثل هذه انطلقنا متوكلين على الله لتحقيق رؤيتنا التنموية لكي ننهض بالمجتمع ونعمل على نمائه وإصلاحه ونكون قادرين معا على بناء الوطن.